فرحت المكان اكبر، قدمت في كذا مكان كبار جدا فتوفقت ان انا اشتغل في مكان تحت الاختبار في مكان كبير جدا كان اسمه اوكسجين جام، وده كان نادي كبير جدا. معروف كل حته. انا كنت محظوظ ان انا اشتغلت في المكان ده. المكان ده لانه كانوا فيه ناس كتير من بره، صاحب المكان كان عنده شغف كمان ان هو يحقق رياضه كمال الاجسام في بلده وكان عايز يبدع فيها. كانت سبحان الله الاختيار كان موفق جدا بالنسبه لي، وربنا كان رايد لي ان انا كمان اكل عيش في المكان ده، يعني ده التوفيق يعني. طبعا اشتغلت في المكان ده حوالي 3 سنين. الثلاث سنين دول اول ما اشتغلت كنت بشتغل ضعف الناس وبقلل من الراتب بتاعهم، لان هو مش جايبني مثلا من بلد عشان اشتغل عنده، فانا كنت لازم اجازف شويه لان انا لازم ضعف الوقت بمرتب اقل. بمرتب اقل ادي صعوبات ده احباط يعني، ده يجيب اي حد احباط. في البدايه انا كنت عايز اثبت للناس واثبت لنفسي ان انا هقدر اعمل ده بشكل كويس. وبعدين بصراحه الراجل يعني اللي انا اشتغلت معاه كان شايف ان في حاجه مميزه جدا. اشتغلت معاه في الفتره الاولانيه، وبعدين قررت ان انا لازم امارس العب بطولات، يعني اخد خطوه ان انا العب بطوله. طبعا انت كنت بتمرن وبتلعب يعني؟ بتمرن لنفسي. نفسك وبتمرن الناس تانية. بمرن الناس تانية. شغل مدرب يعني. طبعا انا كنت واخد القرار ان انا لازم احط بقى بصمتي انا. عايز اخش بطوله، عايز العب بطوله، عايز اثبت ذاتي، الحاجه اللي انا بحبها ابدع فيها يعني، ما اسيب بصمتي فيها. جينا في توقيت كده في يعني انا دايما بأرخ كل حاجه انا بعملها. ففي 5/11/2010 قلت انا لازم العب بطوله. 5/11/2010 انت فاكر التاريخ؟ لا طبعا، لان انا بكتب انا الحاجات دي. فجيت بتكتب مذكرات؟ طبعا لازم، انا بحب بعد الحلقه بقى ادينا نسخه ونبقى كاتبها. يعني شرف ليا. المهم فجمعت اصحابي كده، احنا قاعدين كنا تيم بنشتغل مع بعض، انا وقتها كان 26 سنه، وقت متاخر كممارسه رياضه. جمعت اصحابي كده قلت لهم انا هلعب بطوله، فكلهم بيقولوا انت هتضيع وقتك، انت مش عارف ايه، انت كبرت انت. قلت لهم ان شاء الله انا هلعب، بعد ان شاء الله بعد سنه لسنتين هحترف. طبعا الكلام ده كلام لان هو المفروض الناس بتاخد 10 سنين عشان تحترف، كلام من ده. اتوفقت في اول بطوله لعبتها، كانت بطوله فيها ابطال واسماء كبيره جدا مصريين، وانا ما زلت اكن ليهم كل الاحترام والتخدير لانهم ابطال. ساعدوني حتى على الاستاج وهم ابطال مصريين، منهم القريب جدا لقلبي وقلب كل المصريين كابتن انور سيف. طبعا وطبعا انور سيف وقتها كان ملء السمع والبصر، يمكن الجيل الجديد ما يعرفش عنه كتير لانه بطل، لكن كان ملء السمع والبصر، حاجه كبيره جدا. فانا كنت بعد 6 شهور كانت بطولتي، كانت يوم 5/5/2011. 5/5/2011 فدي البطوله يعني يا دوب 6 شهور. لعبت البطوله وربنا اكرمني، كسبت وخدت اول. فكنت عرفت خلاص دي هو ده المكان اللي هيناسبني وهاخد فيه خطوات بعد كده. اللي كانوا بيحبطوك بقى واللي كانوا بيقول لك انت بدات متاخر، او كنت تشوف في نظراتهم انا مش طبعا مش هعتب على ناس هم مش قادرين يشوفوا بعناية، لان ده طبيعي يعني. هو يعني في حاجات هم شايفينها بعين الواقع، اللي هم حلمك انت شايفه. ايوه طبعا، هم مش شايفين اللي انت شايفه. هم بالظبط كده، وهم بيتكلموا بواقع قدراتهم ممكن. انا شايف ان انا اقدر اعمل ده، فالحمد لله كان ربنا يعني كريم جدا ووفقني اكتر من اللي انا حلمت بيه. المهم اتوفقت في البطوله دي، وبعدين قررت ان انا العب بطوله ما كانتش كانت وقتها دوله قطر بتعمل بطوله كبيره جدا، كان بيجمعوا فيها الابطال العالميين كلها وبيلعبوها، فما كانش حد مصري اخذ البطوله دي قبل كده. فرحت ربنا اكرمني بيها. كسبتها مرتين ورا بعض. برافو. وكانت يعني كسبتها في 2011 صح بقى؟ 2012 و2012 برضه. طب يعني انت من 5/5/2011 ل 2012 ما لعبتش بطولات؟ ل 8/8/2012 يعني 6 شهور. 6 شهور بتجهز. فخدت البطوله دي، كانت 8/1/2012، كان معانا برضه ابطال مصريين وعرب وايرانيين، وكانت بطوله عالميه يعني. وربنا اكرمني وعرفت ان هو ده اللاين اللي انا همشي فيه. بعدين يعني كان الراجل اللي انا قلت لحضرتك ان هو التيم اللي انت التيم ورك اللي بتشتغل معاه، كانوا طموحين نفس طموحي، يمكن كان عندهم شغف لان هم كمان يحققوا بيزنس قوي كمان لبلادهم بشكل كبير جدا. فكانت المنظومه كلها متفقه ان هي تنجح. كان في حد بيرعاك في الوقت ده؟
كان بدات بقى ان انا مع تيم اوكسجين جيم. لا يعني بعد اول بطوله مثلا دخلتها ما كانش في حد بيرعاك؟ ما كانش، لان ما كانوش شايفين نفس الفكره يعني. بعد ما حققت طيب بدات الرعايه الحقيقيه ليك، اصل اللعبه دي يعني مكلفه. وانا يعني عشان كده برضو لازم اكن بالفضل لاصحابي اللي وقفوا جنبي في البدايات يعني. انا كنت بشتغل كويس جدا وما زلت، بس ما كنتش قادر ان انا اكمل الـ بكامل طاقتي ان انا اعمله. فكان ليا صديق عمري وما زال يعني اسمه محمد صبر، وما زلت اكن له كل احترام وعلى صداقه لحد دلوقتي، وقف جنبي جدا يعني دعم مادي. وهو كان بقى يقول لي انت بتصرف فلوسك على الفاضي بس خد فلوس يعني مفيش مشكله. هو كان يعني كان مؤمن بيك. هو كان مؤمن ان انا بحب الحاجه دي، هو كان عايز يقف في ظهري. دي الصداقه الحقيقيه. دي صحيح. لكن هو كان شايف برضو اللي انا بعمله ده شيء من الجنون. الجنون طبعا. بعدين انا كمان كان الراجل صاحب المؤسسه السيد بدر بودي برضو الله يذكره بالخير يعني. ف جينا فتره من الفترات يعني هو كان يعني في ظهري بشكل قوي جدا. المساله مش مساله ماديه لان انا بشتغل وباخد راتب، بس كفايه ان هو كان مؤمن ان انت تقدر تعمل حاجه، وكان شايف خطوه بعيده جدا ان هو عمره ما الدول العربيه فكرت تروح تلعب في امريكا تاني وكلام من ده. فهو كان شايف ان انا عندي الامكانيات